بيئة. بدل سلوك. بيئتنا. كونيكسيون 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 كونيكسيون. ضيعنا برشا حاجات بالكونيكسيون. هي باهية الانترنت، لكن كي نستعملوها في حاجة مستوية. بارفوا جيني ولدي يقول لي بابا شنو معناها الكلمة هذه، ودي بشوية تسأل فيها أنا تنتي بين يديك حاجة اسمها جوجل، اكتب علاش تحب تعطيك معلومات، علاش تليفون في يدك شو تعمل بيه. يا ولدي ياسر قداش من كونيكسيون، تصور واحد باش يشوف ولاده وفي داره يقص الضوء ولا يقص الانترنت باش يرى ولاده. يستعملوا الكونيكسيون ولا يستعملوا الانترنت في حاجات باهية كيما هما ديجا يستعملوا فيها في حاجات خايبة. عندنا برشا حاجات نعملوهم في حياتنا بخلاف الكونيكسيون. عندنا حاجات نرتحوا بهم خاخنا، فما ان بو دو بريكولاج نعملوه في الدار. بريكولاج، انا بدلنا انبوبه، بدلنا سباله، حلينا فويت، سيقنا درج شنو، زرعنا جنينه، نعملوا حاجه مش كان كونيكسيون برك. صدقني التكنولوجيا تركز عليها برشا برشا حتى مخك يتعب. انتصر على روحك قول والله اليوم انا كونكتيت برشا. تعرفش كيفاش باش رات حلو ما مسش التليفون وشنو صعيب انت؟ فما تلفزيون، فما فيلم، فما كتاب، لخص روايه، عمل سبور، فما ثقافه، عملهم. ما تخليش الكونيكسيون، ما تخليش الانترنت تضيعكم، خاصه للمراهقين وحتى النساء نتاعنا. بارفوا مرتي نلقاها غاطسه، انا نمشي نلوج علينا نلقاها غاطسه في الانترنت. شنو هو يا بنت؟ ماناش بنفطروا. حتى في دفينه يا رسول الله صاحبنا كان معنا الله يرحمه، دفنا البارح، هو يتفن واحنا نحكيو في التليفون. شوف التليفون شنو يعمل فينا الاخر. بدا الله يرحمه اللي توفى نعملوا معاه سيلفي. هكا معقوله ما نعملوا سيلفي مع ميت ونقولوا الله يرحمه نهبطوه على الفيسبوك؟ اعملوا كنترول، اعملوا فريناج. ماشي، فما حاجات تركب علينا وحاجات ما تركبش علينا، تردنا خايبين برشا. كالعاده ما تقلقوش منا، الميساج نتاع النظافه نتاع البيئه ضروريه. نعاودوا ونقول لكم كل بالشفاء، بالله طيشوا الفضلات هنا بيئتنا.